هاد الشاطئ الجميل والنية عندك حسن المغني شو على بحر عباد الله واش ما كاينش كاع عمري ما شفت شي بحر بحال هذا. كنقوموا بمجموعه من الانشطه لترويج المنتوج الوطني يعني المدن السياحيه في المغرب وفي الخارج، ومن ضمن يعني المدن اللي كنعملوا عليها هي مدينه الحسيمه. الان كنقمنا بمجموعه ديال الانشطه من ضمنها حمله ترويجيه على انترنت وفي على التلفاز والراديو، وبما اننا خصنا نتكلموا على المنتوج يعني لي زاتري ديالو خاصنا بنفس المناسبه نقربوا من المواطن ومن السائح المغربي. دونك الاسبوع اللي فات قمنا بواحد السفر ديال لي زاجون دو فواياج اللي جاو حتى هما للمدينه واكتشفوها من جديد وتلاقاو لي زوتيلي والناس اللي كيخدموا هنا في الحسيمه باش يقدروا يكونوا واحد لي باكيج اللي يتباعوا للسائح المغربي. وهذا الاسبوع ارتئينا باننا نجيو مع الفنانين اللي كيحترموهم المغاربه وكيقدروهم باش نوريوهم نعطيوهم شويه القدوه ونوريوهم نذكروهم بالمنتوج ديال الحسيمه وشنو ما يعني شنو فيها شنو يمكن له يدار فيها وشنو كنا نزورو. في الدقيقه اللي انا كنتكلم معاكم راه حنا في باطو مركب كنديروا واحد الدوره كنشوفوا شويه المناظر الطبيعيه اللي كاينه. احنا جد سعداء بهاد الزياره ديال هاد الناس اللي جاوا، هاد الفنانين وهاد الناس اللي كاينين معنا في هاد البطوله اليوم في هاد الجوله. هاد الشيء كيشجع بزاف الناس ديال الحسيمه اولا باش يستقبلوا الناس باش يفرحوا مع الناس باش يعني، وهاد الناس نيت هاد الناس اللي جاوا عندنا يعني كنرحبوا بهم بزاف وحنا فرحانين بزاف بهم، وهاد الشيء كيشجع السياحه في الحسيمه. وكنتمناو بلي حتى هما غادي يعطيو واحد الصوره مزيانه على الحسيمه، ويعني هذا بحال اشهار الحسيمه اللي كيديروا يعني غير المجيء ديالهم. هما اول نعرفوا الحسيمه لان كاينين هضرت مع بعض الاخوان دابا راه ما عمرهم جاوا الحسيمه غير كيسمعوا عليهم اول، هما يعني شافوا هذه المؤهلات اللي عندنا وتساراو في المدينه وهما دابا كيتساراو في البحر كيشوفوا لي كوت اللي عندنا على البحر وكيشوفوا البحر ديالنا بعدا، لان هذا الشيء اللي كنعتمدوا عليه حنا كنعتمد الاغلبيه على البحر. كنتمناو من الاخوان ديالنا سواء يعني المغاربه ديالنا اللي هنا في الداخل المغرب واللي في الخارج ديال المغرب باش غادي يزوروا هذه المدينه ويكتشفوا الجماليه ديالها ويكتشفوا المؤهلات ديالها يكتشفوا اللي فيها، لان واخا حنا ما قدرناش نبيعوا هذا الشيء يعني المساله ديال التواصل وصافي. المدينه ديال الحسيمه راه كتشمل بزاف ديال عندها بزاف ديال المؤهلات ديال السياحه غير حنا ما عرفناش كيفاش نسوقوها، لذا اللي كيجي النهار الاول راه كيرجع ليها يعني تيقول لك لا يعني الحاجه الا شتيها النهار الاول هي اللي غادي تبكي عليك ماشي انت اللي غادي تبكي عليها. نفس الشيء هاد الناس الا عرفوا الحسيمه راه غادي يرجعوا 100% غادي يرجعوا. طيب خلي على